البصارة واحد اللي كاين فهاد الحوش هذا شاد دابا عند البصارة هنا مع 47 الصباح البصارة واللوبيا بالتقليع كاينة في مراكش هذه ما كايناش شي مدينة من غير مراكش. المهم جينا لواحد البلاصة هنايا تدوي شديد فيها كاينة في مراكش الطريق ديال الباراج و كنا دينا الشواء و المسائل كيلو ديال الكحشة و كيلو ديال البقري و ديال الغنمي على الطريق ديال البقري مشوي شد العام لا شد العادي ايوا هاد الخبيزات ديال العيد باش تشبع الكريشه وتدخل مع المسجد والله ما هي كاين هنا حدا الشريفيه واحد 300 متر الوزيريه المهم نخلو نشوفو النهار ديالنا غادي يدوز نستناو الدراري اللي دايرين معاهم هنايا المهم باش يوصلوا لعندنا وندخلو نشوفو واش كاين. على السلامة اخويا. على السلامة شكون صح في لاصي الموطور الرنج روفر اخويا خويا الحنين الله يا خويا الله شد العذاب دخلتي لوبيا دخلنا لعند ست دراري والله الا العزيز الوزير الحديد الحديد الحنين يا خويا شنو التريكو كي داخل بيه انا واش كيف يتلاح اخويا يوسف كيف يتلاح انت فين تصور لك شي تليحات حنان البيس اللي كاين حدا دابا تيقول ليه بيسين كام سكوات بنادم تيدخل لابيسين كونسونطري مع راسو غادي نمشيو دابا نعومو يلا الدراري مشينا يلا نبداو بعدا نديرو شي حاجه في حياتنا
دابا هنايا في هذه القعده هذا مع الدراري. شوف 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 الاخر عبد الله اليوم اختي يا علي والله نمشيت يا جماعه يا اخويا هذه عيان ما زيد ناقص يترش عليه كلمه يا خويا الناس تيضربوا في الهامبرغر حنا العدس وزيريه ما دخلنا بالعدس يا دايز خويا شاش دين الخبيزه ب 200 ريال 100 ريال 100 ريال مستمتع يا مرتاح يا خويا ما فيها لا لا كره لا دوله ما أكل شيء أكل شيء أعطني كواشي أفهم كواشي